عرض فيلم أيام الرصاص للمرة الأولى في سوريا في دار الأسد للثقافة والفنون. الفيلم الذي كتبه وأخرجه الفنان الكبير أيمن زيدان بالتعاون مع السيناريست أحمد عدرا هو من إنتاج المؤسسة العامة للسينما، كما أنه أول فيلم سوري يعرض داخل الصالات السعودية، وعرض أيضا في العديد من المهرجانات السينمائية الدولية، وحاز فيه زيدان على جائزة أفضل ممثل بمهرجان سينمانا في سلطنة عمان بدورته الخامسة. الفيلم بس عم يتناول حياة رجل أمن خرج إلى التقاعد وأعاد اكتشاف محيطه العائلي وتفاجأ بكثير من القصص التي لم يكن يراها. بكل الأحوال هو مصائر مجموعة من الناس كانت موجوعة من آثار هذه الحرب. محاولة لفيلم اجتماعي ضمن إطار الجريمة يلقي الضوء على مجموعة شخصيات منشوفها محيطة فينا بحياتنا. يعني كتير كانت بادرة ملفتة أنه ينعرض تجارياً أول فيلم سوري في السعودية، والأهم من هذا أنه يكون مقدمة إن شاء الله لعرض الأفلام الأخرى، والأهم من كل هذا أنه ترجع السوق السينمائية السورية. هلا بالنسبة لي هو شهادتي مجروحة فيه، بس بالنسبة لي أنا شخصيا هو إيمان زيدان هو عرابي، يعني عرابي بفن، عرابي بالأب الروحي، فعلاقتي فيه هيك خاصة ومميزة، وطبعا بالنسبة لي هو قدوة، يعني كان قدوة ثقافية، قدوة أدبية، قدوة بكل شيء يعني. طبعا استاذ ايمن مدرسه كبيره، كلنا بنتعلم منه كجيل اولا، ومن ثم انا بما يخصني يعني بكل تجربه دائما عم بستفيد اكثر واكثر، عم يكون كورس هيك استاج بالنسبه لي لحتى طور تجربتي العمليه. مش يعني قصدي قضيت 5 سنين من عمري بمصر عم اتعلم اخراج سينمائي، وكانت هي واحده من التجارب اللي انا خضت بشكل فعال فيها، على اعتبار انه الاستاذ ايمن هو البطل وهو المخرج، فكان بالضرورة انه يكون في حدا يثق به. اكيد وقت اثناء العمل يعني خلاص ما عاد في الاستاذ ايمن اللي بيعرفه منيح قريب منه بيعرف انه وقت اللي نفوت السيت انتهى كل شيء، يعني بالعكس والله هو صعب حتى باللوكيشن، يعني صعب ارضائه لانه ستاندرد عالي جدا. بدي اقول للاستاذ ايمن هو كمايسترو وقائد لهذا المشروع بيعطي العافية، إن شاء الله دائما من نجاح لنجاح أكبر، يعني مو غريبة على أستاذ أيمن هذا النجاح. الله يعطي الصحة والقوة، وبدي أقول له إن شاء الله تفرح بكل أولادك. أسمعنا مؤخرا أنه كان عرس ابنه، فيا رب دائما الأفراح تكون موجودة بحياته. أنا بدي أتابع الأستاذ أيمن كيف عم يمثل الدور. أكيد لا، أنا ممكن أنتبه على أشياء تقنية هي تحدث والممثل لا يشعر بها. هلا هي الحقيقة مهنة الإخراج للي بحبها هي كتير حلوة وممتعة، لأنه أنت بتقدري تتدخلي بتركيبة ما يحدث. نحن أحيانا كممثلين بنكون عندنا الرغبة نقدم كتير أشياء، ممكن يجي مخرج أو وضع إنتاجي يلجم هذا الشيء. بالنسبة لي كتير مستمتع بهي التجربة اللي كتير أضافت إلي، يعني الشغل مع الأستاذ أيمن هو بحد ذاته مدرسة، فأنا كتير تعلمت من هي التجربة وكتير سعيدة فيها. الحقيقة أنا بشوف إنه الفيلم هي وثيقة سينمائية كتير هامة بتوقف عندها المعالجة السينمائية للفكرة، إنك تغوصي هيك ببنية مجتمع متفكك مثل مجتمعنا بعد ما بعد الحرب، مجتمع السوري ما بعد الحرب، في معالجة كتير ذكية، في معالجة كتير سينمائية، إنك تغوص بشكل متقليدي لا دراميا ولا سينمائيا. خليني أقول حسيت إنه لا، الأستاذ أيمن قدران يعمل كنترول على الممثلين، قدران يعمل هاي الإدارة الصح، وهيك استعرضت شريط من 10 سنين مضوا لامستني بكل التفاصيل، بكل القصص، بكل الحكاية اللي كنا عم نمرق فيها. مبروك على جميع طاقم العمل. أول شيء الجهد المبذول مبين جدا من النتائج البصرية والمعرفية اللي بتناولها الفيلم والفكرية، يعني هو فيلم متكامل من كل النواحي، استمتعت جدا بعرضه. يعني يتحدث الفيلم عن رجل أراد أن يستعيد مكانته الاجتماعية بعد أن أحيل إلى التقاعد، وتحدث المفاجأة في هروب ابنته الصغرى يوم زفافها القصري، وتتسبب له بفضيحة ليقرر الانتقام، ولكن المفاجأة أنه يصل ليجدها مقتولة مع الرجل الذي هربت معه، ورغم ذلك يسلم نفسه ويعترف بجريمة لم يرتكبها ليدفع ثمن كل ما ارتكبه من قسوة وجبروت.